مرحبا حبايب، اليوم جبتكم طريقة عمل كوبات الجريش. وهاي المواد مقابلكم هي 1 كيلو جريش، كوب برغل ناعم، قليل من الملح ومي فاتر. هاي المواد فقط. هسه شو نسوي؟ خلي البرغل فوق الجريش ونخلي خاشقة ملح، خاشقة وشوية نخبطها. هسه نخلي مي على كيفنا شوي شوي بالتدريج. بعد شوي يحتاج لها، نخلي هواية. هسه نغطيها وننتظر نص ساعة ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد نصف ساعة، بعضها صارت بهذا الشكل. هسه بدي شوي نعجنها. صارت هذا الشكل، شوفوا. هسه طريقة العمل. طبعا هنا هسه انا شنو حضر الزيت، هذا الزيت حسوا بيه، ما ابلل ايدي بمي، بلل ايدي بزيت حتى لا تتسخ العجينة بايد. وانا هنا محضرة القيمة مالتها، عبارة عن بصل ولحم مفروم وبهارات، هي مال نواشف فقط يعني كالمعتاد. هسه نبدأ طريقة العمل. شلون على راحة ايدي فتحتها. اللحم عليكم مثلا طريقة ثانية، دائما العجينة مش سووها، لموها هيج للخارج. هاي دائما اكثر النساء يشتكون من هاي السالفة، الاكثرية يخلوها ببطنها، يستوون يقصوها هيجي للخارج، حصير كلها شكل واحد. معو لعبتني ولعبت على راح تيجي. لكم بعد هذا اللوب شوفوا شلون نفس الطريقة، نحاول دخل اللحم طلع العجينة لمها هيج لي برا، نغصها هيج. شو شكلها؟ وارجع لكم ان شاء الله بعد ما اكملها. هسه خلصنا. هسه هنا حضرنا المي، خلينا قليل من الملح، خلينا قصين ثوم، ونحط شويه زيت. هنبدي نسوي ما نخلي هواي من كثر 3-5 مرات، تظهر لحد ما تطوف ونطلعها. هاي بعد ما سلقت باوها، وهاي هسه ما حطلع لكم وجبة، شوفوا شكلها. ما طبعا ليش حط زيت؟
كان حسألوني ليش اخلي زيت بعش كل هيك شلون يطلع لي ان يلمع وهم ما تلتصق واحده بالثانيه. هسه بخلي وجه جديده. شكلها ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم في فيديوهات القادمة. مع السلامة.